سمعوا الأغنية هذه يقولوا يا حسرة عندها مديدة ما سمعناهاش على البال، وإن شاء الله تكونوا أنتم وأجواءكم ديما على البال، على خاطر في رمضان ديما جينا هكا على بالنا باشا أجواء رمضانية هكا قديمة، ونقولوا يا حسرة على كليمات على البال. احنا باش نمشيو مع تظاهرات باش تكون في المستقبل بعيدا عن الحاضر، خاطر الجمعية التونسية للتربية الحديثة دائما تشتغل على أفاق قريبة وحتى بعيدة، يعني نحكيو على المستقبل القريب والمستقبل البعيد. وباش نحكيو على صيف الإبداع في تظاهرة تسلطوا عليها الضوء اليوم في برنامجنا مع الأستاذة ياسمين سكلي رئيس الجمعية التونسية للتربية الحديثة في فقرة المواكبات التربوية. مواكبات تربوية، مواكبات تربوية. خلينا نصبحوا عليها ساعة قبل كل شيء. ياسمين سكلي صباح النور والنوار، وإن شاء الله رمضانك مبروك. صباح النور ليك لكل المستمعين، ان شاء الله رمضانكم مبروك. يعيشك ياسمين. كالعادة دائما تشتغلوا على المستقبل، تشتغلوا على الصيف، تشتغلوا على العطل، ما ترتاحوش. تبارك الله عليكم. يعطيكم الصحة، هذه حاجة مهمة برشا، دائما تشتغلوا على تكوين المعلمين والمربين، وصيف الإبداع فيه مجموعة من الشروط، فيه مسابقات، فيه برشا تفاصيل نحبوا نتعرفوا عليها اليوم. بالنسبة لتظاهر صيف الإبداع، هي إن شاء الله باش تكون تطور، باش يكون على 3 سنوات. هذه السنة باش يكون جهوي فقط لولاية المنستير، إن شاء الله عام الجاي باش يكون وطني لكل ولايات، واللي بعده باش يكون حتى عربي، باش يكونوا معنا حتى معلمين من الوطن العربي. على مراحل. بالنسبة كل سنة باش يكون فما موضوع خاص. بالنسبة لهذه السنة إن شاء الله الموضوع هو إعداد قصة رقمية حول التربية على المواطنة. يعني التربية على المواطنة ونبذ العنف هو موضوع الآن طاغي ياسر في المدارس بتاعنا. اخترنا التوجه يكون للتعليم الابتدائي كمرحلة أولى. المشاركة باش تكون على 3 مراحل. عندهم شهر كامل للتسجيل، يعني الراغبين في ولاية المنستير، المدرسين الراغبين في الانخراط يلقاو استمارة وصلت لهم عن طريق المندوبية الجهوية المنستير في مدارسهم. يعمروا الاستمارة طلب المشاركة في هالتظاهرة هذه. نعم، يعني هم يسجلوا ساعة قبل كل شيء وبعدها يلقاو الاستمارة تستنى فيهم في المؤسسة نتاعهم. ذيك هي بطاقة التسجيل. يعني باش يوصلها في المدارس هي اللي تسجلوا فيها وترجع المندوبية الجهوية للمنسير باش تشوف عدد الراغبين. هو العدد غير محدد، يعني احنا خليناها مفتوحة. ان شاء الله ديريكت بعد العيد باش يكون لهم تكوين في تقنيات اعداد قصة رقمية بالذكاء الاصطناعي، باش يكون المادة اللي باش نقدموها لهم متطورة شوي. إنه فعملوا التكوين هذاك وقتها يعدوا قصة هما وتلامذتهم. وإن شاء الله بتكون التظاهرة من بعد في الصيف القصة هذيك اللي يشاركوا بها هي اللي بتخولهم إنهم يشاركوا في صيف الإبداع. إن شاء الله يكون فما تكريم ورشات. معناها كان فهمتك بالباهي ياسمين، التظاهرة باش تنطلق توا، التسجيل توا في الوقت الحاضر بعد العيد يتلقاو التكوين، ثم النتائج نتاع التكوين هذاك اللي باش حاضروها مع تلامذتهم اللي هي قصة رقمية كما قلت انت باش تصير في الصيف، دونك في إطار تظاهرة كبيرة باش تكون شغل منظمين. المؤهلين باش هما اللي باش يتعداوا التظاهر صيف الإبداع إن شاء الله. نعم، بالنسبة للغة معناها مفتوحة، فرنسية، عربية، إنجليزية. عربية وفرنسية. عربية حتى وفرنسية. الإنجليزية ظهر لي موجودة. نعم. والمدة متاع القصة هذية مش بتفوتش ال5 دقائق. ما تفوتش 5 دقائق. والعمل معناها على الموضوع هو التربية على المواطنة ونبذ العنف. نعم، محور مهم برشا وعنده قيمته بالطبيعة، ومهم جدا انه نشتغلوا عليه في الفترة هذه. به اعطينا اكثر تفاصيل، لكن نعود نرجع لحكاية الشروط، شكون يزم يشارك، شكون لا متلامذة. هي مفتوحة للمدرسين من ولاية المنستير. وبالنسبة للتلامذة يعني بالنسبة للتلامذة فيما بعد، المعلم بعد ما يتملك التقنيات هذيك هو باش يختار التلامذة نتاعه اللي باش يشاركوا معاه. مفتوحة زادة مشاركة التلامذة ولا لا؟ اي من بعد المعلم هو اللي باش يختار على التلامذة اللي باش يشاركوا معاه، معناتها هي مفتوحة زادة. معناها هنا نجموا حتى قسم كامل يشارك في القصة هذه ويشتغلوا عليها، خاطر احنا رانا نحبوا نشاركوا اغلب واكثر عدد ممكن من الصغيرات. ماك تعرف ياسمين ساعات عندنا رغبة انه نشاركوا انه نربحوا في المسابقات هذه، فنشاركوا صغيرات الممتازين المبدعين اللي عندهم تنوع. هو الهدف منها تنشيط الحياة المدرسية بالضبط وتنشيط الاقسام. بالضبط
بالضبط. الصغار كل تشارك مش هكا عمل فردي متاع 3 من الناس ولا 4 من الناس اللي نعرفوا متميزين بربي يحطوها حتى في الشروط هذه. شاركوا أكبر عدد ممكن من الصغيرات راهو مهم، راهو تنجموا تكتشفوا صغيرات ما مش ظاهرة الحكاية عندهم مواهب مش ظاهرة نجم انطلاقا. نعم عندنا تظاهرة أخرى رمضان في نسخة بلدي عربي نسخة ثالثة، يعني الصغار كل ينجموا يدخلوا معنا يلقاوا على صفحة الجمعية ويشاركوا. بيذكرنا ياسمين في رمضان نكهة بلد العربي خاطرنا في عطلة وصغيراتنا في الدار يسمعوا فينا في الوقت هذايا ينجموا يشاركوا. كيفاش عطينا فكرة على المسابقة رمضان بنكهة بلد العربي فيها 4 مسابقات، فمسابقة روبورتاج يعني التلميذ يعمل روبورتاج على الولاية متاعه، والموضوع شنو هو موضوع التراث يعني يحكي لنا على تراث مدينته أو ولايته المنستير، وشنو التقاليد، شنو اللباس التقليدي الموجود، شنو الأكلات الزمنية اللي عندنا، شنو الحاجات اللي كما نقولوا الحلي التقليدي لبس العربي واللذات في السوار كل موجودين. كيف إذا فما متاحف فما حاجات تاريخية حبذا يحطها في كل روبورتاج متاعه، وفما مسابقات أخرى متاع تظاهرات حول التراث التونسي للمدارس الابتدائية. كيف طبعا صنعة بلادي المجدية يعني التلميذ يا في داره لأنه عطلة يا في القصة متاعه يعمل أنشطة حيرة فيه ويبعث لنا. اخترنا 3 مواضيع، عنا النسيج، عنا تزيد الفخار، وعنا رسم صورة لبلادي. ومسكرات الزادة مسابقة سكرات الزادة إذا هم متلمة الأعداد ينجبوا يعملوا لعبة حول التراث بسكرات، كل شيء موجود على صفحة الجمعية. معناها حليتوا مجموعة كبيرة من المسابقات، ما عادش نوع بركة مثلا كما ما عادش نوع بركة 4 ومنهم مسابقة مفرعة إلى 3. التفاصيل من على صفحة الجمعية تجمو تدخلوا انتوما وصغيراتكم وتدلوهم وتعاونوهم. ها مازلت أسبوع كامل في العطلة، المشاركة مفتوحة حتى الوقتش حتى لاخر رمضان، حتى 29 حتى بعد العيد بجمعة باه او عندهم الوقت باش يركحوا امورهم كلها ويبعثوا لكم. وقتاش يتم الاعلان على نتائج المسابقه هذه؟ ان شاء الله اول ما تبدا حاضره نعملوا نتفكر في جوان هبطنا على النتائج. واضح، يعطيكم الصحه، برافو عليكم، شكرا لك ياسمين، تحياتنا لك وكل الناشطين في الجمعيه التونسيه للتربيه الحديثه على مختلف الانشطه اللي قاعدين تقوموا بها. راجعين معاكم بعد شويه ومع منال دردور باش نواصلوا موضوعنا حول المحامله.